الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. الايام دي ايام جميلة خالص علينا كلنا ان شاء الله، ايام مفترجة وجميلة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سهلة قوي اسمها فم السمكة او بق السمكة. دي بتتعمل سندوتشات للمدارس، للعشاء، للخروجة، وانتي خارجة بتعملي فيها سندوتشات حلوة قوي قوي قوي، وطعمها جميل جدا وسهلة وطريقتها بسيطة. اول حاجه عندي من المقادير هنعملها سوا واحنا شغالين. اول حاجه عندي هنا من يعني كوبايه لبن دافي، اهي كوبايه لبن، وعليهم معلقتين صغيرين من اللبن، يعني كوبايه ومعلقتين، كوبايه ومعلقتين. وعندي ايه كمان؟ وعندي كمان بيضتين اهمت، يبقى كوباية ومعلقتين من اللبن الحليب يعني. وعندي كمان نص كوباية من السمن، نص كوباية من السمن بس. اللهم صل على النبي، اهي ممكن تحطي زيت بس انا بحب السمن لان بيديها طعم حلو قوي. نص كوباية اهي بالظبط كده، نص كوباية من السمن. هعمل ايه؟ هقلب الحاجات دي كلها مع بعض الاول. هقلب دول كده اللي هي كوباية من اللبن معاها معلقتين، كوباية ومعلقتين من اللبن، اتنين بيضة، ونص كوباية سمن. كده هنقلب دول كده ببعض كويس اوي الاول. هنزل ايه عليهم نقلبه؟ عندي هنا معلقتين من الخميرة ومعلقتين سكر وربع معلقة من الشاي ملح اهو. هنقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض بقى كده. هنبتدي نحط معانا الدقيق. الدقيق عبارة عن قد ايه؟ المفروض انا هاخد 4 كوبايات من الكوبايات المعيارية، هحط 4 كوبايات، فانا هحط 3 بس الاول وبعدين احط الرابعة لو وزنها، عشان بتختلف من دقيق لدقيق. ادي 3 كوبايات من الدقيق، نشوف كده هيعمل ايه. على فكرة فم السمكة ده خطير جدا بأمانة، طعمه حلو قوي، وهتشوفيه ولما تفتحيه تعملي له حشوات كتير قوي، ممكن حشوات تونة، ممكن حشوات لحمة مفرومة، ممكن جبن، ميكس جبن، ممكن حاجات كتير قوي. نقلب كده. كده انا هحتاج الكوباية الرابعة. خلي بالكم ان بتفرق من دقيق لدقيق، يعني ممكن دقيق ياخد اكتر من كوباية اللبن، ممكن تحطي مع كوباية اللبن مش لازم كله لبن، ممكن لبن ومية، يعني لان هو ايوة بصراحة غني جدا بالحاجات اللي محطوطة فيه. ادي 1/4 كوباية اهي، اقلب بقى كده. طبعا انا ايه، هنخش بقى في مرحلة العجين، نعجن بقى. هي على فكرة مش عجن عجن، انت بتلمي العجينة بس، ان مش بتحتاج عجن كتير، مش بتحتاج عجن كتير، لمها كده يا دوبك بنلمي العجينة بس. طريقة العجينة دي سهلة جدا جدا، بصوا يا دوبك انا ما عجنتش فيها، انا يا دوبك لميتها بس. بصوا يا دوبك انا، بصوا طرية ازاي، بصوا طرية وجميلة خالص، بصوا بصوا زي الملبن، يا دوبك انا لميتها بس. انا هسيبها بقى دلوقتي، احطها وهغطيها وهبتدي اسيبها تخمر شويه، وان شاء الله باذن الله اوريها لكم هنبتدي نشتغل فيها ازاي. هغطيها واسيبها تخمر ونرجع مع بعض تاني. بس العجينه بتاعتنا خمرت اهي زي ما احنا شايفين، هبتدي انزلها
شوية من الدقيق. هاخد كده بصوا، بصوا بقت العجينة عاملة ازاي، جميلة جميلة جميلة. هاخد نصها كده، هقسم كده وهشيل نصها واغطيه، هشيل نصها واغطيه على حد ما نشوف هنعمل ايه. هاجي بقى هنا هبتدي افرد دي زي ما احنا شايفين كده، مش عايزه يبقى فيها دقيق كتير اهي كده. احنا عايزين السمك بتاعها 2 سنتي، يعني ولا تبقى رقيقه ولا تبقى، لا تبقى رقيقه ولا تبقى تخينه اهي. زي ما احنا شايفين كده كده خلاص انا فردتها. هجيب بقى القطعه حسب المقاس اللي انتوا عايزينه، انا بحبها وسط، ولا منها كبيره ولا صغيره، يعني ولا كبيره قوي قد رغيف العيش مثلا ولا صغيره قوي اهي. كده خلاص اشيل الزيادات الاول اهيت، احطها مع النص التاني على بال ما نشيل دول. هجيب الصاج بتاعي كده وهبتدي اشيلها شويش. بصوا السمك بتاعها حلو قوي 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 كده. شايفين؟ هاخد حتة من النص التاني وابتدي افردها اهي برضو بنفس الشكل وبنفس الطريقة، افردها وارجع لكم. وادي دي كمان فردناها اهو. هبتدي اعمل ايه، هبتدي اقسمها ادي كده. دي بقى في السندوتشات للولاد في المدرسة الصبح خطيرة خطيرة، مع بقى تحطي الحشو، ممكن تحطي تونة معاها فلفل ألوان معاها مكعبين من النستو أو الكيري، أي جبنة عندك اللي هي من المخبو يعني المستوية دي المطبوخة، ومعاهم كمان معلقتين مايونيز وقلبيهم كلهم في بعض واعملي لهم بقى الحشوة دي، خطيرة ومغذية جدا للولاد بشكل غير طبيعي. عايزة تحطي اي حشوة عندك، اي جبن، اي حاجة خالص، دي جميلة جدا في العشاء وفي الفطور وفي المدرسة وفي اللي بيشتغلوا وياخدوهم معاهم. بصوا المقاس ده جميل جدا. احلى حاجه المقاس ده. هكمل حاجتي وارجع لكم بقى واحنا رايحين نسويها. حطينا اهي طاسه على الطاسه على النار فيها زيت، زيت غزير زي كده. اول ما هيسخن اول ما هحط لازم اوطي النار، يعني انا الوقت اسيبه يسخن الاول وبعدين هوريكم نعمل ايه. هنشوف بقى كده الزيت بتاعنا ابتدى يسخن ولا لا، اهوت ابتدى يسخن. هنجرب تجربه واحده كده، حطي اول واحده ابتدى يسخن اهو.
انا بجرب بس، دي اول واحدة تجربة لسه، دايما بيبقى في واحدة ايه بتضحي كده في الاول، ولازم تعملي بالمعلقة كده عشان تتنفخ معاكي، لو ما عملتيش لا مش هتتنفخ. كده الزيت بتاعنا ابتدى يسخن، تروحي ايه موطية عليه وسط عشان خاطر ما يتحرقش، بس هو كده لسه دافي برضه يعني مش سخن قوي. كده بقى نوطي الزيت شوية عشان ما تبقاش من فوق ومن تحت محمرة والقلب يبقى ني. حطي واحدة كمان، وهدي كمان واحدة. اللي مش هتلحق تحطي حبة كتير ممكن تعمل واحدة واحدة على مهلها، مفيش استعجال، بس عشان تبقى الحاجة حلوة وكويسة ومنفوخة. اهي بصوا بيتنفخ، طالما بتحطي الزيت عليه بيتنفخ، شايفين؟ شايفين الجمال؟ بصوا طول ما انت بتحطي الزيت هو بيتنفخ، وريحته بقى مش قادرة اقول لكم بقى ريحة السمنة والحاجات الحلوة اللي فيه دي عاملة ايه. شايفين بقى الجمال؟ شايفين جمالها؟ معلش المقصوصة تقريبا كان داخلها ميه، هطلع طبعا على ورق زبده او ورق مناديل بتاع المطبخ. بس بيتنفخ ازاي؟ هوريكم كمان اتنين، هوريكم كمان، هحط اتنين بس برضو. نشتغل بالمعلقة نفس الشيء، نفس الشيء كده. شايفين حلو ازاي؟ كده انا هكمل بقى بقيه الكميه بتاعتي كلها وهوريها لكم بعد ما تخلص خالص. نكون احنا خلاص خلصنا الفطير بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده. بصوا دول باربع كوبايات من الدقيق، دول باربع كوبايات من الدقيق، شايفين الشكل بتاعه؟ بصوا بصوا شكله جميل ازاي، خطير.
عايزه افتح لكم واحده بقى عشان اوريها لكم، ما بيشربش زيت نهائي. بصوا 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 قد ايه عامله زي القطن من جوه. بصوا شوف جميله ازاي، قطن قطن خالص خالص. ده قلب اللي هو زي بيقولوا عليه فم السمكه. عايزه اوريكم كمان ممكن تفتحوها ازاي، ممكن تفتحوها كده اهي. بصوا بس معلش دي رقيقه جدا، هوريكم واحده اهي. بصوا بصوا وبتتحشي. بصوا بصوا القلب فاضي ازاي وجميله، ما شربتش زيت، ما فيش زيت اهو زي ما انتم شايفين، ما فيش حاجه خالص. دي اسمها فم السمكه او بق السمكه، جميله. 4 كوبايات دقيق زي ما انتم شفتوا، طلعت لي الكميه دي. حلوه قوي في العشاء، حلوه في الفطار، حلوه في المدرسه، حلوه في السندوتشات، في كل حاجه. هقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله. احنا بص في كمان هنا كتير اهو، لسه يعني مش ده بس، واحده كبيره خالص اهي كمان. كل ده كل ده ب 4 كوبايات دقيق، بس انا ما رضيتش احط كله على بعضه عشان ما يتلزقش. ودي اللي احنا فتحناها اهي اهيت، وده الكميه دي كلها ب 4 كوبايات دقيق بس. اشوفكم بقى ايه، يا رب يكون الفيديو يكون خفيف ويكون سهل ولذيذ عليكم، واقول لكم ايه اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بطريقه جديده. اقول لكم ايه، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، واقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.